الاتنشن زي الرياكشن التايم زي التركيز الكونسنتريشن وهكذا. فيسيولوجيكال ايفكت الحشيش، يعني لو جالك واحد عنده تاكي كارد يعني عنده ضربات قلبه سريعه وكده، قول له حاجه ما تشربش حشيش بقى، يعني ما تشربش حشيش، الحشيش بيعمل تاكي كارد حاجه، فانت ما انتش ناقص. تمام، تاكي كارد بيبقى عنده بوسترال هايبوتنشن، الحشيش ما بيعملش هايبوتنشن عشان تبقى عارف، الحشيش ما بيعملش هايبوتنشن، يعني الحشيش ما بيوطيش الضغط، بس بيعمل حاجه اسمها بوسترال هايبوتنشن. يعني يعني الراجل قاعد عادي سليم، قاعد عادي خالص سليم خالص، بس اول ما يقوم يقف تبدا الدنيا تلف بيه، هيبدا يعني يحس ان هو دايخ كده ويقوم جاي قاعد مكانه تاني، دي حاجه اسمها بوسترال هايبوتنشن، بوسترال هايبوتنشن. انما لو هدي شويه وقام مشي عالي، لا مش هيحصل له اي حاجه. انكريزد ريسبيراتوري ريت، الريت بتاعه بيبقى عالي زي اي حاجه زي التدخين عموما، يعني لو حد بيشرب شيشه او حد بيدخن سجاير وكده بيبقى عنده الريسبيراتوري ريت سريع، وبيبقى عنده تاكي كارد بتعلي الهارت ريت، قلنا بيعمل فلاشنج وبيزود الهارت ريت وبيزود البلاد فلو فوق، فبيعمل كونجنكتيفال انجكشن. كونجنكتيفال انجكشن معظم الحشاشين بيبقى معاهم قطره اسمها قطره بريزولين، قطره بريزولين. الفازو دايلاتيشن اللي في العين ده بيخلي العين حمراء، فالبريزولين دي بيحط نقطه على العين يخليها بيضه تاني، يقفل البلاد فيزلز اللي موجوده في العين، فيقلل ضغط الدم في العين، فيقلل الدم يخلي عينه ترجع بيضة خالص تاني بعد ما كانت حمراء. يعني الناس اللي عينهم حمراء بيعدوا على كمين او كده الظابط بيشك فيه من عينه، عينه بتبقى حمراء زي الدم، بيقوم جه حاطط القطرة البريزولين دي عينه ترجع تاني عادي سليمة ويعدي من الكمين. دراي ماوس بيخلي البق ناشف، ريقه ناشف، انكريزد ابيتايت، معظم اللي بيشربوا حشيش لقاهم ياكل على طول، بيبقى جعان، بيبقى جعان جدا. راينيتس وفارنجايتس وهورسنس اوف فويس، من الاخر هي اعراض التدخين. الفسيولوجيكال دي اعراض التدخين، كلها اعراض التدخين. تاكي كارديا، بوترال هايبوتنشن، انكريزد ريسبيراتوري ريت، كونجنكتيفال انجكشن، دراي ماوس يزود الابيتايت بتاعته، بيخلي عنده راينيتس، التهاب في المناخير وفي الجيوب الانفيه، التهاب في الفاركس، اللاركس حتى ما بتسلمش من التدخين، سرطان الحنجرة والحاجات دي فعلا بتحصل من التدخين، فبيعمل هورسنس اوف فويس لانه بيغير او بيعمل التهاب في اللاركس والفوكال كوردز. انفستيجيشن يورين وبلاد واورال فلويد ممكن تلاقيه في اي حته، الحشيش بيمشي في اي حته في الجسم وبيروح في كل حته، ممكن تعمل تحليل يورين، تحليل بلاد، تحليل اورال فلويد هتلاقيه. يورين تيستينج، اليورين بالذات عشان تعرف هو حشاش ولا مش حشاش، يعني هو تعاطى بيتعاطى الحشيش ولا مش بيتعاطى الحشيش، هو مش هيقول لك توكسيستي، اليورين مش هيعرفك التوكسيستي او في توكسيستي ولا مفيش توكسيستي، هو يا دوب هيعرفك بس ان في حشيش او مفيش حشيش، لان الحشيش هايلي لايبوفيليك. اليورين قلنا هتلاقيه من 3 ل 10 ايام لو واحد شربه مره واحده بس، لو واحد شربه بيتعاطى مدمن يعني بيتعاطى كل شويه وبتاع، فهيفضل في جسمه لمده شهر بعد كده يطلع. emergency supportive treatment، انت لو دلوقتي لو قاعد في الطوارئ بقى، انت دلوقتي تخيل ان انت قاعد في الطوارئ وداخل عليك واحد يعني متدهول وحاسس ان هو بيضحك وعنده الاعراض اللي هي كانه شارد، من الاخر مش شكل واحد داخل تعبان او مريض او زعلان وكده، لو واحد شارب وبيقول لك انا الحقني انا بموت، انا شربت زياده، شربت كتير وكنت قاعد ومش عارف ايه، وحكى لك قصه كده، فانت دلوقتي مضطر ان انت خلاص هتعالجه، وانت عارف ان الحشيش ما بيعملش اي موت، يعني الحشيش كده كده ما بيموتش، فانت عارف ان هو قاعد قدامك ومش هيموت، بس هو ايه اللي تعبه شويه، اللي تعبه ان هو نفسه سريع ومش عارف ياخد نفسه كويس، عمال ينهج وعنده تاكي كارديو، فبتقوم انت قايم مديله شويه اكسجين وتقول له روح، تديله شويه اكسجين وتقول له روح، كده كده مش هيموت وكده كده مش هيحصل له حاجه، وانت عارف ان هو مش هيحصل له حاجه، انت بتديله من الاخر اكسجين، يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بتريحه من الاخر، يعني بتريحه بتهديه، انت عارف كده كده ان هو ايه بيهلوس، بس هو عنده هلوسه ان هو تعبان وهيموت. في ناس فعلا الحشيش بيعمل معاهم هلوسه ان هم هيموتوا دلوقتي، هو يشرب تلاقيه حاسس انه عايز يموت او هيموت، فانت بتريحه من الاخر، بتديله شويه اكسجين
وتقول له انا حطيت لك حقنه كده في الاكسجين وبتاعه، تضحك عليه من الاخر وتروحه، هو كده كده مش هيحصل له حاجه ما تقلقش، بس انت بتحافظ على الاير واي بتاعه يعني، وانت برضو ايه خوفا منك او قلق منك بتنفسه عشان البريسنج بتاعه لو قال له ولا حاجه وتسله الضغط، فانت بتطمن نفسك مش اكتر. بس هو علاجه من الاخر يعني، هو علاجه عند الطبيب نفسي بقى، يروح يعالج الادمان اولا ويعالج السايكوزس، يعالج المشاكل النفسيه اللي عنده دي والامراض النفسيه كتير اللي الحشيش جابها له، يروح لطبيب نفسي طبيب سايكاتري، تحوله انت على قسم السايكاتري، يروح بقى رضي مرضيش يعني، رضي مرضيش مرضيش خلاص، بس انت بتعمل عليك وبتحوله على قسم السايكاتري، هناك بقى بيعالجوا السايكوزس وبيعالجوا الامراض النفسيه اللي بتجيله من الحشيش. جاد دي كونتامينيشن ما بتعملش حاجه، انهانسمنت اوف اليمينيشن ما بتعملش حاجه، انتيدوت ما بتعملش حاجه، وهو اصلا ملوش انتيدوت لانه ما بيموتش. خلصنا الحشيش، نخش فيه حاجه تانية برضو ادمانها موجود برضو وورلد وايد، موجود في كل حته في العالم، وخصوصا الناس اللي هم بتوع كولومبيا وبتوع امريكا اللي هم عايشين في الجبال والصحراء، لا مناطق الجبال والزرع على الجبال والحاجات دي، مش فاكر اسم الدولة بالظبط، بس هي كولومبيا والحتت دي عند بابلو سكوبار. فالناس دي فعلا في طلوع الجبال بالنسبة لهم صعب، طلوع الجبال مرهق والناس دي شغلها فعلا مرهق، فالناس دي رباني كده بيطلع لهم نبات اسمه ريسروكزيلين كوكا، الناس دي بيطلع لهم النبات اللي بيستخرج منه الكوكايين طازة، بيطلع كده لوحده من غير حتى ما هم يزرعوه، هو بيطلع كده لوحده على الجبال، فهم بياخدوه ويقوموا بشغلهم. بعد ما اكتشفوا ان الكوكايين ده بيخليهم يقوموا بشغلهم بشكل كبير جدا، ابتدوا يصنعوه من النبات ده، ابتدوا ياخدوا النبات ويطلعوا منه الورق الليفز ويطلعوا منه الاستخراجات بتاعتهم، وبدأوا يصنعوا البودرة او الكوكايين. الكوكايين حاجة abused drugged all over the world، منين ما تمشي منين ما تروح دولة هتلاقي فيه مدمنين كوكايين، بس للأسف الكوكايين بقى مش زي الحشيش، الحشيش ما بيموتش، إنما الكوكايين بيموت بعنف، بيموت بزيادة، البودرة بتموت فعلا بس بيموت بطريقة بشعة، مفيش حد يستحمل موتة الكوكايين دي أو موتة الأوفر دوز، أوفر دوز بودرة موتة يعني بشعة جدا، هنعرف دلوقتي بشعة ليه، وهنعرف دلوقتي الميكانيزم التوكسيستي بتاعه. ميكانيزم التوكسيستي بتاعه عايزك تعرف ان الكوكايين ده بيشغل الجسم وبيدي باور وبيدي اوفر اكتيفيتي بشكل كبير جدا جدا جدا، بازاي اقول لك ان هو باورفول سي ان اس ستيمولانت، باورفول سي ان اس ستيمولانت، بيعلي او بيشغل المخ بشكل كبير. المخ فيه نيورو ترانسميتر اسمهم نوربينفرين ودوبامين، الحاجات دي سمباثيك، الحاجات دي سمباثاتك اصلا، السمباثاتك انت لو شفت اسد هتلاقي اوفر اكتيفيتي رهيبه جدا وتلاقيك بقت سريع، ممكن تكون بطه بلدي اصلا ما بتعرفش تجري بس تلاقيك بقت طياره مره واحده، ليه؟ بسبب الاوفر اكتيفيتي اوف سمباثاتك، سمباثاتك عن طريق النور ابينفرين والدوبامين والادرينالين والحاجات دي بيزود النشاط. الكوكايين بيروح يمنع الري ابتيك بتاع النور ابينفرين والدوبامين، النور بينفرين الدوبامين بيحصل لهم ري ابتيك عشان يتكسروا، انت عارف الحاجه لما بتزيد في المخ بيبدا يكسر منها شويه ويسيب منها شويه، يبدا يفرز شويه ويكسر شويه وهكذا عشان يحافظ على المعادله او على التعادل او على التوازن. الكوكايين بيروح بيقفل الري ابتيك ده خالص، بيقول للمخ ما تكسرش انا عايزهم يعلوا، يبدا النور بينفرين يعلى، يبدا الدوبامين يعلى، يبدا السمباثاتيك يشتغل، بيبدا يحصل اوفر ستيميوليشن للسمباثاتيك، اوفر ستيميوليشن، يبدا يحصل اوفر اكتيفيتي، الشخص ده يحس انه اكتيف جدا، ممكن يشيل اسد او ممكن يروح يتخانق مع اسد عادي ما يهموش، وتلاقيه طالع الجبل ونازل من الجبل وصحي 3 ايام وعمال يزرع ويحصد الارض، بس يعملوا حاجات غريبه، بيعملوا حاجات رهيبه بالكوكايين فعلا. الكوكايين في ناس منهم ممكن يعني تاخد كوكايين وتلاقي قاعد بيذاكر كتاب 300 صفحة يخلصه في ساعة،
ساعة واحدة يخلص كتاب 300 صفحة. الكوكايين رهيب رهيب في الأوفر أكتيفيتي بصراحة. الكوكايين بيقفل الصوديوم شانل على مستوى الكارديو فاسكولار سيستم وعلى مستوى النيرفات. طب انت ايه الصوديوم شانل دي؟ هقول لك. لو فاكر في الاكشن بوتنشال، ان كان في معادلات كده، صوديوم بيخش وبوتاسيوم مش عارف بيعمل ايه، وبيحصل معادلة الايونات دي. بس انا عايزك تعرف ان الصوديوم ده هو اللي كان ضروري جدا عشان يعمل كونتراكتيليتي، او يعمل كونتراكشن، او يعمل الاكشن بوتنشال ده. يعني الشرارة هي الصوديوم اللي كان بيعمل الاكشن بوتنشال. فانت لما تقفل لي الشرارة او تقفل لي الاكشن بوتنشال في النيرفات، تيجي تقرصه ولا حاجة، يجي النيرف يتحفز. الاول كان تقرصه النيرف يتحفز، يحصل اكشن بوتنشال بالصوديوم والبوتاسيوم ومعادلة الايونات، فيطلع على طول ينقل ان في بين، ان في وجع. الكوكايين بقى بيعمل ايه؟ بيقفل الصوديوم تشانل دي. فتيجي تقرصه، بالتالي الاكشن بوتنشال مقفول، الصوديوم ما يعرفش يخش، ما تحصلش معادلة الايونات، فبالتالي ما يبدأش ينقل خالص الاكشن بوتنشال، ما يحصلش اصلا. فبيبقى عنده لوكال اناسيتيك افكت، بيبقى عنده اناسيتيك افكت، تحس ان هو متبنج على مستوى النيرفات، على مستوى السنسيشن ما بيحسش. من الاخر متسكن تسكين رهيب قوي. على مستوى الكارديو فاسكولار، كون انك بتقفل الصوديوم تشانل بلوكر، كون ان القلب انقباضه هيقل والكوندكشن هيقل، عشان الصوديوم كان ضروري عشان الكونتراكتيليتي. الصوديوم والكالسيوم، كان الصوديوم بيخش والكالسيوم مش عارف بيعمل ايه. انتوا عارفين الحاجات دي من الكارديو، لو قعدت اشرحها هاخد ساعة من وقت الريكورد. فخلينا دلوقتي عارفين ان الصوديوم مهم في معادلات الايونات. فاول ما الصوديوم تشانل دي بتتقفل، قنوات الصوديوم بتتقفل، بيبدأ يحصل ديبريشن في الكوندكشن والكونتراكتيليتي. القلب لا بينقبض ولا بيكوندكت الامبلس. امتصاص الكوكايين بيمتص عن طريق النيزل كافيتي، عن طريق الشم، او عن طريق الاورال ميوكوزا، كومبليتلي ابزوربد من البلمونري سيركيوليشن. من البلمونري سيركيوليشن، في ناس بتاخده عن طريق السموكينج بتدخنه، وفي ناس بتشمه، وفي ناس بتحقنه، في ناس بتحقنه. عشان برضو تبقى دكتوره فاهم، يعني في ناس بتجيب ميه، وفي ناس بتحط الميه دي على البودره، ميه من الصيدليه عادي، وبيخلطوها بالبودره بالكوكايين وبيحقنوه. طبعا انت دكتور وهتشوف دي بي تي او دي في تي، ديب فينوس ثرومبوزس. ديب فينوس ثرومبوزس، في ناس شكاكين بيجيبوا البودره ويحقنوها ميه ملحه، ويحلوا عليها ميه حنفيه، ميه من الحنفيه. طبعا ده يعني اعوذ بالله، يعني استغفر الله، ميه الحنفيه بجد توصل معاهم لاستخدام ميه الحنفيه عشان يحلوا البودره دي وعشان يشكوها. فمن كتر الشك، ومن كتر الشك في اورده الايد، اورده الايد بتبوظ، ومن كتر الشك في اورده الرجل، اورده الرجل كمان ممكن تبوظ. فبيبدا يحصل ثرومبوزس، بيبدا يحصل دي في تي، دي فينوس ثرومبوزس، وبيبدا جسم كله يكون جلطات بسبب الشك والحقن في الاورده، وبيموت برضه موته بشعه. النقطة دي انت متخيل واحد جسمه كله بدأ يتحول لجلطات، والدم بتاعه بدأ يبقى كله جلطات، والأوردة بتاعته باظت، انت أصلا ما انتش لاقي وريد تديله فيه علاج. موتة أبشع من البشاعة للناس اللي هم بيحقنوا مخدرات عن طريق الانترافينوس. وطبعا بيجيب ايدز بقى من سرنجة لسرنجة تانية، وسرنجة اللي جنبه وسرنجة اللي جنبه، لأن الصيادلة ساعات ما بيردوش يدوا سرنجات، فبيبدأ يجيب له ايدز. أعوذ بالله بجد، والله أنا بزعل على الناس دي. في شباب فعلا بتموت بالحاجات دي، فحاجة محزنة جدا. مخدرات حاجة محزنة جدا جدا جدا، وللأسف موتها بشع. الناس اللي بتموت بالمخدرات، تلاقي واحد شاب 25 سنة ومات موتة بشعة، موتة بشعة، يعني يصعب عليك والله. فديستريبيوشن بتاعه بيمتص أو بينتشر في large volume of distribution، بيروح كل حتة في الجسم. ال elimination بتاعه عن طريق البلازما والليفر كولينستريز، بيحوله ل inactive metabolites. الميتابولايت بالذات مخصوص اسمه بنزويل كوجينين، بنزويل كوجينين، تمام.
بيبدأ يروح على طول اكسكريتد في الليفر، ويبدأ الجسم يتخلص منه. بس نخش بقى في الكلينيكال بريزنتيشن. كلينيكال بريزنتيشن هما 8 حاجات. اول حاجة السينس لو دوز اللي هي العادية، هو كده كده بيحتاج يعلي الدوز، فهي اول دوز مثلا، اول دوز بيحس ان هو ايفوري وهايبر اكتف زي ما قلنا، بيحفز السمباثاتيك وبيحفز او بيكتر الدوبامين والنور ابينفرين الموجود في المخ، فيبدأ يحس انه مبسوط ودماغه فيها ستيميليشن، يبدأ يبقى صاحي، ممكن يفضل صاحي 3 ايام عادي. بعد كده كتر السمباثاتيك بيبدأ يحصل تريمور، يبدأ يحصل تريمور، تلاقي ايده بتترعش، وهايبر ريفليكسيا، يخش في كونفولجن، يعني كمية الاستيميليشن اللي عمالة تحصل له دي هتدخله في كونفولجن، يبدأ يحصل له تشنجات بشكل بص بشع، تلاقي جسمه كله بيتنفض، جسمه كله بيتنفض، وتشنجات بقى، تشنجات حقيقية بجد. التشنجات دي بتعمل له هايبر سيرميا، وبتبدأ التشنجات دي من قوتها بتكسر في كل البروتينز وبتكسر في كل العضلات اللي موجودة في جسمه، فتحرر الميوجلوبين، وانت عارف ان الميوجلوبين بيروح في الكدني فيعمل له رينال فيلير. خلينا بقى على مستوى السين اس، ملناش دعوه بالعضلات والرينال دلوقتي، على مستوى السين اس عمل الاستيميليشن. طبعا كل حاجه بتزيد عن حدها بتقلب ضده، يعني كل حاجه بتزيد عن اللي شيء اللي يزيد عن حده بيتقلب ضده. كل الاستيميليشن العظيم اللي قدامك ده هيقلب بديبريشن، ستيميليشن فولود باي ديبريشن. بعد ما يحصل كونفولجن على طول ممكن يخش في كوما، الكوما بقى بيبدأ يقل، كل حاجة كانت زايدة تبدأ تقل، اعكس بقى يبدأ يحصل له هايبو ريفليكسيا، الريفليكسات بتاعته كلها بتقل، الريسبيريشن والكارديو فاسكولار بتاعه ديبريشن، نفسه يقل خالص، ممكن نفسه يقف أصلا. على مستوى الكارديو فاسكولار ديبريشن، القلب يقف، القلب يقف تماما، كمية الأوفر استيميليشن اللي حصلت في القلب دي بتموته، بتبهدله من كتر الاستيميليشن، هيحصل ديبريشن، ممكن يحصل ديبريشن اصلا من السي ان اس فوق، والسي ان اس دخل في كوما وباص خالص من كتر الاستيميليشن برضه، فيبدا يحصل ريسبيراتوري اند كاردياك ديبريشن. هايبرثيرميا او كوكايين فيفر، كوكايين فيفر برضه سبب للموت، سبب للموت، ودي حاجه شهيره جدا، حاجه شهيره جدا، لان الكوكايين هو يعتبر الاساس اللي بيعمل فيفر باربع حاجات، من قوته بيعمل فيفر باربع حاجات. اول حاجه سيجرز او كونفولجن، كتر التشنجات وكتر ساعات لما تعمل شيفرنج، شويه شيفرنج كده انت بتدفي نفسك بتنتج حراره، انما هو سيجرز كونفولجن رهيبه عماله تنتج حراره، هيت جين هيت جين، وفي نفس الوقت الكوكايين عامل بريفنشن للهيت لوس، انت جسمك بيعادل نفسه عن طريق الهيت جين او ان هو يكتسب حراره ويفقد حراره شويه، فبيبدا يحافظ على معدلات الحراره عند 37. جه بقى الكوكايين ده قام جاي مزود درجه الحراره بالسيجرز او الكونفولجن، وقام جاي منع الهيت لوس، انت عمال الشخص ده عمال يكسب حراره يكسب حراره، في نفس الوقت ما عندوش حراره يفقدها، عنده بايروجينيك افكت، بايروجينيك افكت على الثيرموريجولاتوري سنتر، بيطلع الترموستات يلعب في الترموستات، الترموستات بتاعت البرين اللي مسؤول عن جسمك او مركز الحرارة بيطلع يلعب فيه هو. بيروجينيك افكت بيخليه يزود درجة الحرارة او بيزود الهيت جين. زائد الرابدوميلايسيس، رابدوميلايسيس او رابدوميلايسيس الكونفولجن الزيادة ده بيكسر في كمية العضلات اللي موجودة في الجسم، ممكن كل العضلات كمان، فيبدأ يعمل رابدوميلايسيس او رابدوميلايسيس، يبدأ يطلع مايوجلوبين والمايوجلوبين يسيد الرينال تيبيول ويعمل لنا الفيلير. اربع حاجات، كونفولجن او سيجرز، بريفنشن اوف هيت لوس، بايروجينيك افكت على الثيرموريجولاتوري سنتر، ورابدوميولوسيس. ميجور كوز اوف ذس كوكايين فيفر، ميجور كوز اوف ذس ميدرييزيس، يعني سبب من اسباب الموت الكبيره بسبب الكوكايين. ميدرييزيس بيوسع حدقه العين بشكل مهول، انت لو شفت اسد اصلا عينك وحدقه عينك هتوسع بسبب السمباثاتيك، عشان تفضل شايف المجال الرؤية كله اللي حواليك وتعرف تجري. هنا نفس الكلام، هنا هنا بيحفز السمباثاتيك فهيعمل مدريزيس. نيزا سيبتال بيرفوريشن مي اوكير، ليه نيزا سيبتال بيرفوريشن؟ هو بياخده عن طريق الشم، ف
فالبودرة دي أصلا ليها irritation effect على الميكوزة، فممكن يخرم الميكوزة. بس السبب الحقيقي بقى بصراحة إن تجار المخدرات الكوكايين ده غالي، الكوكايين ده غالي جدا جدا جدا، قليل قوي إن يعني قليل قوي اللي يحصل على كوكايين ده، اللي يحصل على كوكايين ده وكوكايين نضيف هم الناس الأغنياء، الطبقة اللي هي العالية قوي. الأخر في الأفلام مش هتلاقي فقير بيشرب كوكايين، يعني مش هتلاقي فقير بيشم كوكايين. يعني الكوكايين بالذات انتشاره في الطبقة الغنية أو الغنية جدا، هتلاقيه في الأفلام في الحفلات اللي هي الفلل والقصور والناس اللي هم إيه ولاد الأغنياء، لأنه غالي. فتجد المخدرات عايز يكسب، فبيعمل إيه؟ بيجيب شوية كوكايين شوية صغيرين ويخلطهم ببودرة إزاز. بودرة إزاز، بودرة الإزاز دي برضو نفس الكلام، بتبقى بيضة كده شوية، فيجي يكتر كميتها ويبيع بقى. فهيجي الشخص يشرب، تخيل بيشرب إزاز، فبيعمل له سيبتال بيرفوريشن وبيدمر له الميكوزا وبيدمر له الإيروي باسج، بس هو بيحس بانتعاش، بيلاقي حاجة بتحرق كده فيقول لك الإيه الكوكايين ده مظبوط، فيشتري من الراجل ده تاني، فيبدأ واحدة في واحدة تعمل سيبتال بيرفوريشن على طول. كارديوفاسكولار توكسيستي، قلنا ان هو على الكارديوفاسكولار بيقفل الصوديوم تشانل بلوكر، ده غير السمباثاتيك اوفر اكتيفيتي. دي السمباثاتيك اوفر اكتيفيتي بقى مش بتوصل لان هو شخص عادي السمباثاتيك زاد زياده عاديه فيعمل له شويه هارت ريت زياده او عمل له شويه زياده في سرعه ضربات القلب، لا ده زياده في سرعه ضربات القلب جدا 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 جدا. فنتريكولار تاكيكاردي، هتوصل معاه فيبريليشن، القلب هيرفرف، هيبدا القلب يرفرف يرفرف يرفرف، والسمباثاتيك بيعمل فازو كونستريكشن. ده دي الاخطر بقى، فازو كونستريكشن من نوع الحلوف. فازو كونستريكشن ده هيعمل سيفير هايبرتنشن، سيفير هايبرتنشن، الضغط هيعلى هيوصل ارقام خرافيه خياليه، انت لو قست الضغط ممكن تتخض، تقول له ثانيه كده والنبي اتصور معاك، اتصور جنب الضغط ده، انا اول مره اشوف ضغط عالي قوي كده. بجد هتلاقي الضغط عالي جدا، سيفير هايبرتنشن، بيوصل لهيموراجيك ستروك، بيعمل هيموراج بلاد فيزل، مش هتستحمل زياده الضغط ده ومش هتستحمل فازو كونستريكشن اللي حاصل ده، هتفرقع، تبدا تعمل على طول هيموراجيك ستروك واورتيك ديسكشن. مايكارديال انفاركشن ليه بقى؟ دلوقتي القلب بيتغذى بالكوروناري، القلب بيتغذى بالكوروناري ودي حاجه معروفه، فانت دلوقتي في حاجه عامله فازو كونستريكشن في كل البلاد فيزل اللي موجوده في الجسم. رينال فيزل معمول لها سبازم او معمول لها فازو كونستريكشن، الكوروناري معمول له فازو كونستريكشن، الانتستين والميزنتري والحاجات اللي بتغذي الانتستين البلاد فيزل معمول لها فازو كونستريكشن، الحاجات اللي طالعه للبرين الفيزز اللي طالعه للبرين فازو كونستريكشن، فده معرض للانفاركشن في كل اعضاء الجسم كلها. فبالتالي الكوروناري لما يتقفل على طول مايوكارديال انفاركشن، يبدا القلب يبوظ. شوك الفازو كونستريكشن ده احنا قلنا يعمل مايوكارديال انفاركشن، يعمل انتستاينال انفاركشن، يعمل برين انفاركشن، مفيش دم يا جدعان واصل، مفيش دم واصل للاورجنز. هايبرثيرميا قلناها، هايبرثيرميا تعمل شوك، تاكي اريزما اللي حاصله دي زياده جامده قوي دي تعمل على طول شوك. جي اي تي اكيد يعني اي حاجه بتتاخد نيداريو نزي فوميتنج، هو تقريبا من كتر ما كتر ما هم حافظنا واحنا حافظنا في اي نيله بنحطها ده نوزيا فوميتنج حطوها هنا كمان. رينال فيلير كوزز شوك، رينال ارتري سبازم، مفيش دم واصل للكيدني، زائد الرابدوميلايسيس اللي احنا لسه قايلينها، بيبدا يحصل مايوجلوبين، والمايوجلوبين انت عارف بيحب يقف على الناصيه بتاعته، الناصيه بتاعته فين؟ في رينال تيبيول، بيسدها خالص فيعمل رينال فيلير. خلاص جاي لك عيان بكوكايين توكسيستي، هتعمل ايه؟ هتشوف اليورين كوكايين ميتابولايتس، هتشوف الميتابولايتس اللي موجوده في اليورين، تعمل حسابك ان السمباثاتيك بيعلي الجلوكوز في الدم عشان تبدا العضلات تستخدمه وي 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 حاجات كتير جدا. بس انا عايزك تعرف ان الهايبر جلايسيميا بتحصل مع السمباثاتيك اوفر ستيميليشن، فهتلاقي العيان ده عنده جلوكوز ياما قوي في الدم، كون ان في جلوكوز ياما قوي في الدم يبقى البوتاسيوم ناقص. هتعمل رينال فانكشن تيست وليفر فانكشن تيست
انزيمات كبد وانزيمات كلى وانزيمات القلب، تبدأ تدور، تبدأ تشوف الأورجنز باظت ولا لأ، تعمل راديولوجي، تعمل سي تي على الهيد لو في هيموريدج ولا حاجة يبان لك. يعني لو في هيموريدج يبان في السي تي، الانفاركشن بيبان في السي تي بس بعد فترة، بعد فترة طويلة شوية، انما الهيموريدج هو اساس السي تي. يعني الهيموريدج بتعمله عشان السي تي، قصدي بتعمله عشان لو في هيموريدج في البرين ولا حاجة. هتعمل على البلمونري لو في انفاركشن في اللونج ولا حاجة، تعمل أشعة صدر، ده غير ان هو اصلا ممكن تلاقي التهابات كتير جدا ونمونيا بسبب ان هو اصلا بيتشم، غير بودرة الازاز والحاجات اللي هما بيخلطوه عليها. هتعمل ابدومينال اكس راي. طب انت هتيجي تقول لي بقى ليه ابدومينال اكس راي؟ هقول لك ان الكوكايين ده تهريبه كمان صعب، يعني تهريبه ودخوله البلد صعب، الشرطة بتمسكهم بتقفشهم على طول. فبدأ تجار المخدرات يخترعوا حركة صايعة قوي، يجيبوا واحد ويدوله فلوس ويقولوا له بص يا عم الحاج، احنا هنجيب لك ايه، كاندوم، هنجيب لك اللي هو الصوابع البلاستيك دي، هنجيبه ونحشيه بودرة ونحشيه كوكايين ونقفله كويس قوي وبلعه وبلعه، يا اما نفتح لك بطنك نحطه في معدتك. فيجي يبلعه ويبقى في معدته، او يفتحوا له بطنه يحطه في معدته، يجي يسافر. بعد ما يسافر يوصل البلد اللي هو هيهرب لها المخدرات دي، فيفتحوا له بطنه تاني ويطلعوا المخدرات، وكده يبقى عملية التهريب تمت بنجاح. يعني قمة في الصياعة. ممكن أصلا الحاجات دي وهي في بطنه يحصل لها ابزوربشن، اللهم صل على النبي. شوف بقى كمية متهربة قد إيه امتصت في جسمه، يعني كافي إن هو ميت ميت. فأنت لو سسبكت حاجة زي دي، أو لقيت واحد أنت مشتبه فيه أو مجرم داخل البلد، اعمل له شيء ابدومينال اكس راي، ممكن تلاقي فيه كوندوم مليان بودرة زي ده كده، ده مطلعينها من بطن واحد على فكرة، تمام، بلاستيك باكيتس مليانة كوكايين بيدخلوها الجسم ويهربوها برا البلد. ايه اللي بيحصل للراجل اللي هو عنده كوكايين توكسيستي؟ والحياة بيموت، بيموت على طول. انت مش زي الحشيش بقى، هقولك الحشيش ما بيموتش، لا هنا بيموت، هنا بيموت، بيموت بجد، لانه هو ملوش انتيدوت، انت هو كده كده ملوش انتيدوت، وملوش انهانسمنت اوف اليمينيشن، مش هتعرف تعمل له اليمينيشن، حتى مش هتعرف تطلعه من الجسم. يوم ما هتعمل ايه، جاستريك لافاج اكتيفيتد شاركول، ولا الهوا ولا ليه 3000 لازمه، ولا بص ولا هيأثر معاه، ممكن يأثر معاه لو واخد كوكايين باكيت بس، هتخش بالاندوسكوب تشيلها او تفتح له بطنه وتشيلها، بس انت هتعمل جاستريك لافاج، هو واخده اصلا بالانهاليشن، هو اصلا متنال موجود في الدم، تعمل جاستريك لافاج على ايه؟ هتلاقي اير واي بتاعه، هات كير فور اير واي، كير فور بريسنج، اعمل بقى الشغل اللي عليك بقى في الطوارئ، يعني انت بتعمل الشغل وانت بتعمل اللي عليك مش اكتر. هتلاقيه عنده فازو دايلاتيشن وفازو كونستريكشن وهايبر سيرمي، هتدي له حاجه تعمل فازو دايلاتيشن، هتدي له حاجه توسع البلاد فيزلز دي، مش هيبقى قدامك غير صوديوم نيترو بروسايد، اقواهم واحسنهم في حاله زي دي، هو اقواهم بس اضراره كتير، بس لما انت ما قدامكش غيره بقى، ما قدامكش غيره توسع البلاد فيزلز دي، انت عايز تشوف تتصرف بسرعه. بس انت عندك مشكله ان لو واحد هايبر تنشن قوي، مش عارف خطاه في الكارديو ولا لا، لو واحد عنده هايبر تنشن جامد قوي، يعني رقم خرافي وخيالي، اديته صوديوم نيترو بروسايد قام جاي موطي الضغط مره واحده، ديب اكيوت هايبوتنشن بعد الهايبر تنشن، انت بتموت العيان، انت بتموت العيان، العيان ده بيموت منك بقى، انت كده انت اللي موتته، فاهمني؟ انت بتديله صوديوم نيترو بروسايد بحساب، في نفس الوقت انت عايز تقلل الضغط، لو واحد ضغطه عالي ما بتقللوش مره واحده، يا ابن الحلال مفيش حاجه اسمها مره واحده، انت ممكن تدمره مره واحده، يعني تقلل الضغط مره واحده فتدمره فتموته خالص. الضغط ادم فيه واحد هايبر تنشن، قلله بالراحه لو سمحت، قلله واحده واحده، بس انت هنا ده عندك حلوف، ده انت عندك ضغط ايه يا ابني فوق، فانت ما قدامكش حل غير الصوديوم نيترو بروسايد. الاريزميا اللي عنده دي انت بتحاول تعالجها، الديسريزميا دي اللي بتحاول تعالجها برضو، عنده كونفولجن بتدي له دايزيبام، يعني كميه الكونفولجن ده بتدي له دايزيبام، هل كل ده هيصحيه؟ ولا الهوى ولا حياه لمن تنادي. يعني هو كلام نظري كده، تريتمنت احنا بنعالجه يا جماعه، احنا بنعالج العيان، بس انا بقول لك من الاخر انسى انسى.
يعني دي حاجة بتاعت ربنا طبعا، وهو ايه لو عاش يبقى كرم من ربنا، مات خلاص هو قدره كده وعمره كده، بس انت بتحاول برضو بتعمل اللي عليك، بس انت من جواك عارف ان ايه كوكاين توكسيستي يابا خلاص. دي الحاجات اللي هي المهلوسات زي الارجوت، زي الفينايل ثالامين، تترا هيدرو كانابينول، ده اللي هو موجود في المرجوانة والحشيش، في البانجو والحشيش وكده، وانتي كولينرجيك برضو زي الانتي ديبريسنت والانتي هيستامين، برضو بتعمل شوية هالوسينيشن كده. في ناس من اللي بياخدوا كونجستال تلاقيهم بيهلوسوا. كونجستال ده احلى واحد يعمل دماغ، تحس ان انت عايز تنام بعديه، عايز تنام يومين ولا حاجة. زيادته طبعا بتعمل هلوسة. في السيمباسوميميتك توكسيدروم زي السيمباسوميميتك، الحاجات اللي هي بتشغل السيمباساتك لوحدهم، وفي حاجات تانية بتشغل السيمباساتك برضو نفس الكلام، زي الافيدرين، زي الامفيتامين. الامفيتامين ده كانوا بيسموه زمان صديق الطلب، بس هو الليجل دلوقتي ما بقاش يتاخد الليجل، في ناس فعلا كانت بتاخد امفيتامين عشان تذاكر وكده، بس طبعا اضراره كتير جدا، اضراره كتير قوي. الامفيتامين ده اللي هو شفت اتش دبور، اتش دبور وعادل امام لما قال له خد الحبايه دي انت ايه ما اكسس، ايوه هي دي الاكسس، هي دي الما اكسس، الاكسسه دي الامفيتامين. الامفيتامين ده بيعلي برضه، بيعمل ستيميليشن رهيب جدا عن طريق السمباساتيك، عن طريق ان هو بيشغل سمباساتيك. هيتبقى لنا الاتروبين بس، هناخده ان شاء الله.